اللهم صل على محمد وآل محمد. مناجاة الشاكين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. إلهي إليك أشكو عدوا يضلني وشيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا، وعينا عن المكاء من خوفك جامدة وإلى ما يسرها طامحة. إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك، فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا، ولا تصيرني للفتن غرضا، وكن لي على الأعداء ناصرا، وعلى المخاز والعيوب ساترا، ومن البلاء واقيا، وعن المعاصي عاصما، برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وآله الطاهرين.